تحت المعركة طيب؟ وعلى أساس في بيناتنا حرب، أنا العسكري التركي وأنت العدو، رح نرمي الدحاحة على العساكر بالدور، لكل واحد إله دحلة منشان نضرب فيه ونوقع عساكر بعضنا. طيب بلش لشوف. شوف هالضربة يلي رح أضربه. يا سلام. يلا صار دورك. يا الله، أنا ربحت، أنت اللي خسرت، 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 أنا ربحت. هلأ مو دورك، صار دوري. جهز حالك للضربة. صبتهم. يلا دورك هلأ. افتحوا الباب، أنا نيفين. ها اجت أختي نيفين. أهلين أختي نيفين. أهلين فيك حبيبي. رجع بكير؟ ضل بالي عندكم، أنت إجيت فورا. كتير منيح. شو ما راح نكمل لعبتنا؟ خلينا نرتاح شوي وبنعمل هدنة. هاي فرصة كبيرة مشان العسكر يرتاحوا شوي ويشربوا مي. ماشي، أنا رح شرب المي فورا. أمي وستي ما رجعوا لهلا؟ لا ما رجعوا. يلا رجعوا، تعال اشربوا مي. شوفي وأنتو كمان. أمي صار لك يوم مو طبيعية بالمرة وما عم ترضى تحكي بنوب. تمام. بلكي بسببي. لا ما بظن. في شي تاني. شو رأيك روح أسأل عنه؟ ليش بتعرفي لوين راحوا؟ شو بيعرفني؟ ما قالت لي، بس على القليل بروح بسأل بالمشغل يلي بتشتغل فيه. انت خليكي، انا بسأل عنها. لا دخيلك، انت ما بصير تطلع من هون. بشم شوية هوا بطريقي، صدقيني ضايق خلقي، ما رح طول. لا تشغلي بالك. طا طا طا. يلا بخاطر. ايه بس عم تلعب بالزهر. ليش بنلعب بلا الزهر؟ ايه نكته حلوه. مو هذا الشاب اللي اجى لهون قبل هالمره؟ امبلا اجى وقت كانت جميله ساكنه هون. ايه اللي يا ابو ضاي، عم تدور على حدا؟ مرحبا، أنا عم دور على جميلة خانم، شفتوها اجت على الشغل؟ إيه اجت على الحارة، بس مو على الشغل. وينها؟ جوا مع صفا خانم ببيت القبطان علي. والقبطان علي معهم كمان. بس غاطت على قلبها، والقبطان علي جابها لهون بتاكسي وحملها وفوتها على البيت. حتى نحن مشغول بالنا عليها، بس شو بدنا نساوي؟ شكرا لكم. يلا جاي اختي. يلا ركود. علي عم يندق الباب. عم يندق الباب، مالك سمعانه؟ علي ام ابني، يلا افتح الباب لشوف. يلا مشان الله خليني اخذ جميله ونروح من هون. خلاص بتكون هديت هلا. يلا يلا علي. علي شو عم بتساوي؟ رد علي. افتح الباب لك ابني. افتح الباب علي، افتح. علي
بعد عن شيلي ايدك ولا تتدخلي بعد ما يدخل. رضاي عليك والله مو ناقصنا. مشان الله لا تعمل مشاكل. علي كان ناقصني هذا المجنون كمان. روحوا له. امي شيلي ايدك ولا تتدخلي بعد هيك. مو شايفني قاعده معك؟ كيف بدي اجيبه؟ ليك انت افتح الباب ولا تعاندني، والا راح يكبر الموضوع وننفضح بين الناس من تحت راسك. لا امي. بدك تحبس المخلوقه بالقوه؟ افتح الباب يلا بلا جنان يلا. ما بدي. افتح الباب بقى. افتح الباب. عامل لك افتح الباب. تعال معه على مهلك هلا بيطلع. تعال طيب هدي يا امي هدي. ما كلميني لا يفتح الباب. ما عم يرد علي شكله. لك عامل لك افتح الباب بقى. لسه ما وعدتيني ما قالك طلع من هول لو شو ما صار. امي امي قلي لا لعلي خليه يفتح الباب. جميله معيني شوي. جميله هذا الولد بدي اياه وما في تنزلي. انا ما بدي شيء بدي ابني. وعديني ما تنزلي بتركك تروحي. لك يا علي يلا انت وتعال معي. اذا بتوعديني ما تنزلي الولد هلا بتركك بحالك، والا لا تحلمي تطلعي برات هذا البيت. ما راح اتركك بحالك. ما بتركك. حاولنا طب الشرطه. تعي امي تعي امي خلص امي. معقول انت تعملي فيني هيك؟ شو عم بعملكم؟ فهميني بدك تجنينيني. ساعدوني. شو صار له؟ بدك افتح الباب. افتح الباب والله ما عاد اتحمل. افتح والله حرام عليك. ماشي انا هلا بفرجيك مين بيكون علي ولك. خلاص فهمنا. اتركني. دعم خلاص طول بالك. خلاص اتركه. عود يلا يا جماعة. الله معكم. مع السلامة. تفضلوا. يلا أعطيني المفتاح. هات المفتاح. يلا علي. أمي راح نروح.